السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الفاضلين في لقاء جديد متجدد من برنامج مقاصد. يخصب موسم الخير الرمضاني بوصول المسلمين إلى الثلث الأخير من الشهر المبارك، وهي العشر الأواخر التي تتكثف فيها العبادات والأعمال الصالحة، ويزداد فيها المرء خشوعا لله تعالى وتجردا في أعماله وطاعاته. في العشر الأواخر من رمضان فضائل عظيمة وحسنات كثيرة ومنن ربانية لا تحصى، وفيها ليلة القدر التي فضلها المولى تقدس في علاه على ألف شهر، وحري بمن بلغه الله تعالى هذه الأيام أن يتلمس فضائلها ويتحسس معانيها ويستشرف حسناتها. فضل هذه الأيام التي هي منحة ربانية لعباده وتفاضل الأعمال فيها، وكذلك توظيف الشحنة الإيمانية الكبيرة المتولدة فيها لصالح حركة الإنسان المسلم في الحياة بناء وإعمارا. هذه محاور يدور في فلكها حديث اليوم، وتفاصيلها تأتيكم بعد هنيها. إذن الحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ نور الدين درواش، الباحث في العلوم الإسلامية، وهو معنا عبر سكايب من الجديدة في المغرب الأقصى والمملكة المغربية. أهلا ومرحبا بكم شيخنا. حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثواكم. آمين جميعا إن شاء الله. الله عز وجل كما جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة تحت ظل عرشه وفي مستقر رحمته. آمين حياكم الله. شيخ نور الدين، شهر عظيم فيه فضائل كثيرة، وفي داخل هذه الفضائل وداخل هذه الخيرات قدم الله سبحانه وتعالى عطاء مزيد عطاء للمسلمين لعباده بالعشر الأواخر. نريد أن تحدثنا من فضلك يعني عن أهمية هذه العشر، كيف تتجلى في حياة المسلم؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. بعد مباركة للمسلمين في شرق العالم وغربه هذه الليالي العشر المباركة التي أقبلت علينا وأطلت علينا بنفحاتها وفضائلها وكرم الله عز وجل فيها، أقول إن الله عز وجل فضل شهر رمضان على سائر الشهور، فجعله زمانا لنزول الرسالة، وجعله زمانا تتوطد فيه الصلة بين العباد وبين ربهم سبحانه وتعالى، وجعل أفضل هذه الليالي الليالي العشر، فهي خير ليالي الدنيا، كما أن عشر ذي الحجة هي خير أيام الدنيا. وقد وقع نزاع بين العلماء أيهما أفضل، هل عشر ذي الحجة الأولى أم عشر رمضان الآخرة، ففرق شيخ الإسلام وتبعه على ذلك ابن القيم وغيرهما أن أفضل الأيام أيام ذي الحجة، وأفضل الليالي ليالي رمضان العشر لاشتمال أيام ذي الحجة على يوم عرفة الذي يتجلى الله عز وجل فيه للعباد، واشتمال ليالي رمضان على ليلة القدر، وحسبها هذه الليالي فضلا أن تكون فيها ليلة القدر. لهذا كان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يخص هذه الليالي باجتهاد لم يكن أبدا يجتهده في غيرها. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها. وعن عائشة رضي الله تبارك وتعالى في بيان بعض أوجه اجتهاده صلوات ربي وسلامه عليه أنه كان يعتكف فيها ويتحرى ليلة القدر خلالها. والاعتكاف هو لزوم المسجد في العشر الأواخر أو بعضها للعبادة والذكر وتلاوة القرآن، وهو كما جاء في بعض الآثار يعتف النفس عن المعاصي.
وكان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة نفسها رضي الله تبارك وتعالى عنها، إذا دخلت العصر أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد مئزرة. أما أحيا ليله فمعناه استغرقه صلى الله عليه وسلم بالسهر. طيب. تفضل. معذرة شيخ، ربما يعني ما تتفضل بالحديث عنه مرتبط بطبيعة الأعمال المستحبة في هذه الأيام وفي ليلة القدر، وهو الموضوع الذي أفردنا له محورا مستقلا بعد الفاصل في الجزء الثاني من الحلقة. لكن لو تحدثنا بقينا في عشرة الأيام الأواخر بشكل عام وتحدثنا عن أهميتها، هل من علة أو حكمة ظاهرة لهذه المنحة الربانية، لهذا العطاء الرباني؟ يعني رمضان كله شهر خير وشهر عبادة وشهر الله سبحانه وتعالى يحب الأعمال الصالحة فيه، هل من حكمة أو علة ظاهرة لديكم بخصوص هذا العطاء الرباني في هذه العشر الأواخر؟ طيب، معلوم كما أشرت إليه سابقا أن الله تبارك وتعالى يختص بفضله ما يشاء من الأزمنة ومن الأمكنة ومن الناس، فهو سبحانه وتعالى كما أشرت قد فضل بعض الأيام على بعض وبعض الشهور على بعض، فخير الأيام الأسبوع يوم الجمعة، وخير الشهور رمضان، وخير ليالي رمضان العشر الأواخر. والعلة ذكر العلماء أنه فيها ليلة القدر، فمن أراد أن يحصل ليلة القدر فلا سبيل له إلى ذلك إلا بإحياء هذه العشر المباركة. هذه العلة التي ذكر العلماء والله تبارك وتعالى أعلم هو اشتمالها على ليلة القدر، وهي يعني خاتمة أو الثلث الأخير من هذه الدورة الرمضانية التدريبية المباركة كما سيأتي معنا، فكان مستحقا أن تكون لها خصيصة، لأن الناس تفطر في نهاية كل طاعة، لكن لما كان رمضان كله مهما جعل الله أفضله في آخره ليكتمل التدريب ويكتمل التحصيل ويكتمل الخير، وليخرج المسلم بعد رمضان لا كما كان عليه قبل رمضان. في هذا السياق شيخ نور الدين، هل يمكن القول إن من علل أو حكم هذه العشر الأواخر بأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يتفضل على عباده لأن المسلمين أو الناس طوال عامهم ربما يقصرون، ربما يعني يبتعدون أو يقتربون من معاني الإيمان ومعاني الإسلام، فلذلك يعطيهم هذه الفرصة حتى يستعيدوا حيويتهم الإيمانية إذا صح التعبير؟ الله عز وجل خلق فينا داعي للخير وداعي للشر، بخلاف الملائكة عليهم السلام الذين قال الله عز وجل عنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولما كان الإنسان فيه داع للخير وداع للشر جعل له مناسبات يتجدد فيها الإيمان ويتجدد فيها الصلة بربنا سبحانه وتعالى. لهذا نحن نغفل خلال اليوم، فكان مناسبا أن جعل الله عز وجل لكل مسلم 5 صلوات في اليوم والليلة يتجدد من خلالها اللقاء مع الله، ولنا غفلة خلال الأسبوع تجديدها بيوم الجمعة الذي تكون فيه صلة خاصة من خلال صلاة الجمعة وأعمال يوم الجمعة، وهذا فيه تجديد للإيمان وللصلة بالله عز وجل. وغفلتنا خلال السنة لها مناسبة سنوية وهو رمضان تتجدد فيه اللقاءات. نحن إذا استحضرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا كان رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة، فهذه مناسبة يعني ربنا سبحانه تفضل بها على العباد لمحو السيئات ورفع الحسنات وتشديد الصلة برب البريات سبحانه وتعالى. طيب، تحدثت في مستهل هذه الحلقة شيخ نور الدين عن موضوع المفاضلة بين عشر ذي الحجة، الأيام العشر من ذي الحجة، وليالي أواخر شهر رمضان، العشر الأواخر من شهر رمضان،
وأن العلماء يعني اختلفوا في تفضيل هذه عن تلك أو العكس، ما مسوغ المفاضلة هنا شيخ؟ أليس أمر المفاضلة يعني المسلمون يعني عفي عنهم في موضوع هذه المفاضلة، وأن المفاضلة تفضيل أن هذه الأيام الأفضل أو تلك الليالي أليست حقا حصريا لله سبحانه وتعالى، هو الذي يفضل؟ صحيح، أما كما أثرت صاحب التفضيل والمتفضل علينا بتفضيل أيامه هو الله سبحانه وتعالى، لكن لما كان النبي يقول ما من أيام عن عصر ذي الحجة، ما من أيام العمل الصالح فيها خير وأحب إلى الله من هذه العشر، وقع إشكال عند العلماء، والعلماء قد عنوا قديما وحديثا بالسعي لإزالة الإشكالات بين النصوص، فما دامت النصوص كلها صادرة عن الله عز وجل فمحال أن يكون بينها تعارض، لأن التعارض من شيء مما كان صادرا عن جاهل أو ناقص أو عن عيي أو عن غير واحد، لهذا الله عز وجل يقول عن القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فقالوا كيف نعتني بالعشر الأواخر من رمضان والله عز النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من أيام عن أيام ذي الحجة خير وأحب إلى الله العمل الصالح فيها من أيام ذي الحجة، لهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر من رمضان، والليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة، يعني لمقام ليلة القدر فيهن. علق عليه ابن القيم عليه رحمة الله بقوله وإذا تأمل الفاضل اللبيب هذا الجواب وجده شافيا كافيا فإنه ليس من أيام العمل فيها أحب إلى الله من أيام عشر ذي الحجة، وفيها يوم عرفة ويوم النحر ويوم التروية، وأما ليالي عشر رمضان فهي ليالي الإحياء التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحييها كلها، وفيها ليلة خير من ألف شهر، فمن أجاب بغير هذا التفصيل لم يمكنه أن يدلي بحجة صحيحة. وكما أشرت فالمسلم لا يهمه كثيرا كما تفضلتم التفضيل طالما أنه يجتهد في عصر ذي الحجة ويجتمع ويجتهد عفوا في عصر رمضان فيجمع بين الخيرين ويجمع بين الفضلين ولا يفوته خير من هذه ولا من تلك. ويبقى أن رمضان يعني علته كما أشار وأومى إلى ذلك كتاب الله عز وجل، علتها إحياء هذا الشهر وصيامه وقيامه وما ورد فيه من الفضل العظيم، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه كما في الصحيحين، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كما في الصحيحين، ومن قام ليلة القدر غفر له ما إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كما في الصحيحين أيضا، كل ذلك ليكون كالشكر من العباد لله عز وجل على تكرمه على هذه الأمة بأن أنزل فيها خير كتاب أنزل، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. كأن الله عز وجل يقول لما كان رمضان، طبعا ونحن نقول والعشر الأواخر منه، محلا لنزول هذه النعمة، نعمة القرآن الكريم التي تفضل المولى عليكم بها فأخرجكم بها من الظلمات إلى النور، القرآن الكريم هو سبب يعني انعتاق الأمة وسبب نصرة الأمة وسبب ريادتها وقيادتها، فلما كان هذا القرآن هذا الكنز العظيم نزل في رمضان كان حريا أن تشكروا الله في كل رمضان على هذه النعمة العظيمة فتصوموا نهاره وتقوموا ليله وتعمروا ساعاته بذكر الله وتلاوة القرآن الكريم. يريد الله أن يغفر لعباده، وما على عباده إلا أن يتعرضوا لنفحات الله سبحانه وتعالى. المزيد من موضوع حلقة اليوم يأتيكم بعد وقفة قصيرة.
أسعدكم الله. ما زلنا سويا في الحديث عن العشر الأواخر وأثرها في حياة المسلم. شيخ نور الدين، في العشر الأواخر ثمة ليلة القدر التي فضلها الله سبحانه وتعالى على ألف شهر، وبحسب إحصاءات العلماء أن ألف شهر يعني تفوق الاثنين أو ثلاثة أو 33 عاما. هل لكن الدارج في كل عام أن الناس تجتهد في تحري هذه الليلة في الليالي الوترية كما حددها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها وترية؟ السؤال هو يعني هل الاشتغال في تحديد هذه الليلة بين 21 أو 23 أو 5 أو 27 هل هو مجدي؟ ألا يصرف هذا الاشتغال الناس عن يعتبر هذا الاشتغال من صوارف الناس عن الغاية التي شرعت من أجل هذه الليلة وهي العبادة والتبتل إلى الله سبحانه وتعالى؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وأثابكم على إثارة هذه النقطة. فقد كان الحبيب النبي وأصحابه تبعا له يتحرون هذه الليلة، وقد أثار النبي كما في صحيح السنة بإشارات تدل على هذه الليلة، ولكنه قال تحروها في العشر الأواخر، ثم قال تحروها في أوتار العشر الأواخر. والذي نراه في هذه العصور المتأخرة أو في هذه السنوات المتأخرة مع انتشار وسائل التواصل وذيوع وسائل التصوير وما إلى ذلك والاتصال، يعني هذا التحري صار شؤما بعدما كان يعني خيرا وبركة. فصار الناس يقولون، يعني منهم من يصور بعض العلامات لا سيما بزوغ الشمس في صبيحتها من غير شعاع وينشرها على وسائل التواصل، وأنها مرت في الليلة 23 أو 21 أو 25، فيكون ذلك داعيا إلى التكاسل، ويكون ذلك داعيا إلى الحسرة لمن فاتته الليلة والاستكانة والضعف والتكاسل لمن حصلها، فيقول ما شاء الله حصلت ليلة القدر وقد مرت وقد صورها لنا غير واحد من المغرب العربي وآخر من نجد والثالث من العراق والرابع من مصر، كلهم اتفقوا على أن يعني الشمس في صبيحة 21 أو 23 قد طلعت من غير شعاع وما قدمت قد حصلتها سيكفيني، فينام بقية الليالي. وهذا خطأ جسيم، فإن المسلم كما قلت عليه النبي لماذا كان يعتكف بعشر الأواخر؟ لكي لا تفوته ليلة، لكي لا تفوته لحظة. والنبي يعني في العشر الأواخر ما كان يترك الحرام كما ندعو نحن أنفسنا وإخواننا المسلمين في سائر البقاع، بل كان يترك المباح ليشتغل لمولاه. فكونه يشد مئزرة صلى الله عليه وسلم في العشر هذا دليل على اعتزال النساء، كناية على اعتزال النساء، ومباشرة النساء أمر أباحه الله في سائر الأيام كما أباحه في ليالي رمضان، كما أباحه في ليالي العشر، كما أباحه في القدر. لكن للحرص على الغنيمة والحرص على الفوز كان صلى الله عليه وسلم يعتزل المباحات في الليالي العشر ليدرك ليلة القدر. فلا ينبغي أن يبالغ المسلمون اليوم في تحري هذه الليلة بما يعود يعني على المراد الله بنقيضه، الله أخفاها لنجتهد، وإلا لو أراد سبحانه أن يعينها كما عين سائر الأيام، عين عرفة وعين عاشوراء مثلا وعين الجمعة، لكنه أخفى ليلة القدر لنتعرض للخير فيها ونفحات الله في هذه العصر كلها، فنكون بإذن الله غانمين. والأكثر شيوعا من ذلك شيخ نور الدين أن الناس كما لو أنه استقر عندها عرف بأن ليلة القدر هي الأكثر احتمالا وقوعا في 27 من رمضان، لذلك تجد أن المساجد تمتلئ عن بكرة أبيها في 27، وبعد ذلك يعني كثيرا ما تلاحظ كما لو أن المساجد فرغت، كما لو أن الناس أدركت غايتها. يعني كيف يمكن تفسير هذه الظاهرة، وإلى أي مدى يمكن القول بأن من يعني يدرجون على هذه العادات إنما يقومون بعادات أكثر من كونها عبادات فيحرمون الخير؟ صحيح، حفظكم الله ورعاكم. يعني هو أمر اجتماع الناس في 27 له أصل عن بعض السلف، أصله يعني عناية خاصة في 27، فإن كثيرا من الصحابة ذهبوا إلى أن القدر هي 27،
والصحيح أنها يعني ليست بالذات في 26، وإنما تنتقل، قد تكون في أوتار الليالي يعني العصر في أحد الأوتار، بل قد تكون في ليلة زوجية لاحتمال الخطأ في تراء الهلال في أول رمضان، فقد يغم علينا و يعني يتأخر إعلان رمضان بيوم فتكون ليلة القدر في ليلة زوجية، فالسلام أن نحيي الليالي كلها. ثم ازدحام الناس على المساجد في هذه الليالي في تعرفوا في ليلة 27 هو أمر في ذاته حسن. فقط عفوا شيخ نور الدين حتى لا يلتبس على المشاهدين، قد تكون ليلة زوجية في ليست في التقويم وإنما في حسابات الناس. نعم في حسابات الناس. نعم تفضل. في الحقيقة هي ليلة وترية، لكن الناس يقول إذا غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. نعم تفضل. فقد يغم علينا ويكون هي قد بزغ لكن حجب علينا بالسحب، فيكون هناك خطأ بشري والله عز وجل لا يؤاخذنا بمثل هذا الخطأ، فتكون في الزوجية باعتبار ما نحن نعد لا باعتبار حقيقتها. نعم لكنك قلت إن الصحابة تقريبا اجتمع كثير منهم على أن السابعة والعشرين أو الليلة السابعة والعشرين هي على الأرجح ليلة القدر، لكن هل كان الصحابة بعد السابعة والعشرين يعني تفتر همتهم ويقصرون عن المساجد؟ هذا الذي كنت أريد أن أقوله. تفضل. أن اجتماعنا في السابعة والعشرين وإقبالهم على المساجد هو أمر حسن بشرط أن يستمر الناس على العبادة. نحن نعرف كما تعرفون وأظنه كذلك عندكم، يعني هناك من الناس من لا يصلي في العام كله إلا ليلة السابع والعشرين، وهذا خطأ، يعني بل منهم من لا يصلي يوم السادس والعشرين لا صبح ولا ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء، ويكتفي بأن يصلي ماذا؟ عفوا التراويح أو العشاء من السابع والعشرين، ثم ينام عن صلاة الصبح ويودع الصلاة إلى العام القادم. هذا خطأ كبير جدا، ولا والحسنة من علامة قبولها أن تثمر الحسنة بعدها والثبات على الخير بعدها. ونحن لا نقول هذا بالنسبة للسابع والعشرين فقط، بل نقول لرمضان كله. رمضان إذا لم يثمر ثباتا واستقامة وتغيرا في الأحوال النفسية فهذا عياذا بالله يدل على أن المسلم ما استفاد من رمضان، لأن الله عز وجل ما علق العبادة بشهر معين ولا بيوم معين، وإنما قال سبحانه وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، والمؤمن لا ينقطع عن العمل إلا بانقطاع الأجل. لهذا جاء رجل من أهل خراسان إلى الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى فقال يا أبا عبد الله قصدتك من خراسان أسألك عن مسألة، قال له الإمام أحمد سل اسأل، قال متى يجد العبد طعم الراحة؟ فأجاب الإمام أحمد عند أول قدم يضعها في الجنة. الله أكبر. فأنت يا أخي الكريم نفرض أنك صمت أيام رمضان وقمت لياليه كلها، ما أدراك أن الله تقبل منك؟ والله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. ما أدراك أن الله قد رضي عنك؟ ما أدراك أن الله أعتق رقبتك من النار؟ ثم إن كان قد رضي عنك وتقبل منك ورضي منك صنيعك، فهل سيرضى عنك لو قطعت الصلة بينك وبينه بعد رمضان؟ قطعا لا، قطعا لا، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نثبت على العبادة حتى يأتينا اليقين، واليقين هو لقاء الله سبحانه وتعالى. كذلك يا أخي الكريم إن الله عز وجل جعل الثبات على الطاعة والاستقامة والفرائض والنوافل سببا لنيل أمر عظيم وهو محبة الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل كما في الحديث القدسي الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يعلم المسلم
أن التقرب إلى الله بالفريضة في الليالي العشر أفضل من قيام الليل كله. صلاة العشاء وصلاة الصبح في العصر الأواخر وفي غيرها من الأيام أفضل من قيام رمضان كله، فإنه ما تقرب إلى الله عبد بشيء أحب إليه مما افترضه عليه. نعم. قال الله عز وجل: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، بعد الفرائض يعني، حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. فالشاهد أن من أراد أن ينال محبة الباري عز وجل، بمعنى يحبه الله عز وجل، نعم، فعليه بلزوم الطاعات، الفرائض، وبعد الفرائض النوافل. وإذا، نعم، أحبك الله فمن مثله؟ فإن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا، يذكره باسمه: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، وينادي جبريل: يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء يعني الملائكة، فيوضع له القبول في الأرض. فالشاهد والحاصل أنه لا ينبغي أن نقطع صلتنا بربنا سبحانه وتعالى لا، نعم، بنهاية ليلة 27 ولا بخروج رمضان. نعم. طيب يعني هناك الأعمال كثيرة صالحة ومستحبة عند الله سبحانه وتعالى كما يقرر أهل العلم بناء على النصوص، لكن ما هي أفضل الأعمال في هذه الأيام العشر الأواخر؟ طيب، العلماء لهم في التفضيل بين الأعمال طرائق وقواعد ذكروها رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. كل عبادة فرضها الله فهي أفضل من غيرها، وقد أشرت إلى هذا. فمن أراد أن يجتهد في العصر من رمضان أو العصر الأواخر من رمضان فليبدأ أولا بما فرض الله عز وجل، وهو الصلوات في وقتها، الصلوات في وقتها ومع الجماعة، وليبكر ولا يؤخرها. ثانيا، كل عبادة لها جنس مفروض فهي فاضلة. فالصلاة قيام الليل له جنس مفروض وهو الصلوات الخمس، فهي خير من مما ليس له جنس مفروض. النفقة كذلك من الأعمال الصالحة التي ينبغي على الإنسان أن يعني يعمر بها ليالي رمضان، والنفقة لها جنس مفروض وهي الزكوات. فعلى المسلم أن يجتهد في الإنفاق، على المسلم أن يجتهد في ذكر الله عز وجل، ذكر الله عز وجل في ليالي وأيام العشر الأواخر من رمضان، فإن الذكر يعني هو مفتاح للقلب. وكذلك على الإنسان أن يجتهد في كل أعمال البر مما لا يعطل وظيفة المسلم في العصر. صلة الرحم ليست بالزيارات كثيرة، لأن ذلك قد يؤخر الإنسان عن القيام وعن تلاوة القرآن وعن الذكر، لكن بالمراسلة الآن، بالرسائل القصيرة أو بالاتصال الهاتف، يصل الإنسان رحمه ويعفو عن من ظلمه ويصل من قطعه، وهكذا يعني. كذلك إكرام الفقراء والمساكين بالطعام وبالكسوة وبالهدية وما إلى ذلك، هذا كذلك. فإن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن من أعظم الأعمال وأحبها إلى الله سرور تدخله على قلب العبد المؤمن، سرور تدخله على قلب العبد المؤمن. وهكذا يعني الأعمال كلها من غير تخصيص، لكن لما كانت الليالي هذه فضلت والشهر فضل بالقرآن، فناسب أن يتفرغ الإنسان فيما فضل عن الفرائض لقراءة كتاب الله عز وجل. فقد كان من السلف من يختم في ليلتين، بل ذكروا من كان يختم في ليلة القرآن الواحد، القرآن عفوا، في يوم وليلة، يعني في 24 ساعة. والنبي عليه السلام كان يعرض القرآن على جبريل في كل عام، فلما كانت العام الأخير يعني عرضه عليه صلى الله عليه وسلم مرتين، لأنه شهر القرآن. والعلماء المحدثون كانوا يتركون العلوم الشرعية الأخرى كعلوم الآلة والعلوم الخادمة
ويتفرغون لكتاب الله عز وجل تلاوة وتدبرا وتأملا. لكن هذا العام شيخ نور الدين يعني تأتي العشر الأواخر والمسلمون مثل سائر البشرية يعانون من انتشار جائحة كورونا، وربما هذا يعيق الكثير من الأعمال الجماعية، من أعمال الطاعات الجماعية كصلوات الجماعة، وربما من أكثر الأمور التي قد تتأثر سنة الاعتكاف، وكثير من بلاد المسلمين ستغلق المساجد في العشر الأواخر عن الاعتكاف يعني. فكيف يمكن تعويض هذه الخسارة إن صح التعبير؟ هل يمكن أن يكون البيت بديلا أن يعتكف المرء في بيته؟ صحيح. طيب، يعني بداية نسأل الله عز وجل أن يرفع عنا وعن الأمة كلها وعن البشرية هذا الوباء والبلاء، آمين، وأن يرد المسلمين إلى حياتهم الطبيعية التي كانوا يعني يؤدون فيها الفرائض والنوافل بكل أريحية وبكل راحة. نسأل الله أن يرفع عنا هذا الوباء. آمين. ثانيا، يعني كل شيء لم تقدر ليس بوسعك ولا تستطيعه فقد عفى الله عنك. فهذا المرض قد يحسبه الناس في تضييق، لكنه فيه في حقيقة الأمر توسعة على الأمة، فقد يجعل الإنسان بيته معتكفا، ويجعل الإنسان بيته مصلا، ويجعل الإنسان بيته مسجدا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فالإنسان لا سيما في أيام الحجر أو ليالي الحجر الصحي، إذا ألزم بأن يدخل بيته مغربا ولا يخرج منه إلا بعد الفجر أو في الفجر، فهذا داع بأن يلزم بيته قائما وراكعا وساجدا وذاكرا وتالي للقرآن ومعلما لأبنائه للخير. فهذا والله، هذه والله، وقد ذقنا بعضا من هذا في رمضان الماضي. في رمضان الماضي صارت بيوت المسلمين كلها يعني المساجد، وصارت بيوت المسلمين كلها معتكفات، وأقبل الناس على القرآن الكريم وعلى شراء المصاحف وعلى القيام جماعات في بيوتهم، إلى أن يرفع الله عز وجل هذه البأساء وهذه الضراء على الأمة. طبعا مع ضرورة الالتزام بالمعايير الطبية، يعني التباعد قدر الإمكان ولبس الكمامات، أليس كذلك شيخنا؟ صحيح، لكن في حدود ما أعلم أن أهل الصحة لا يوصون بالتباعد داخل البيت الواحد إلا في البلدان التي انتشر فيها الوباء بدرجة كبيرة جدا. نعم، ليس العائلة واحدة وإنما المتزاورين. نعم. يعني طيب، لا، الزيارات في حدود علمي ممنوعة في أكثر البلدان. نعم. طيب شيخ، يعني قضى الله سبحانه وتعالى أن يكون يعني هذا الشهر وخاصة العشر الأواخر زمنا مقتطعا خالصا له عبادات وتهليل وقراءة قرآن وتسبيح وصلوات إلى آخره، لكن وسائل الإعلام في العالم العربي والإسلامي لها رأي آخر، فهي تدخر عصارة جهدها من مسلسلات وبرامج فنية وإلى آخره في هذا الشهر، وقد جرت كثيرا من العائلات والشباب المسلمين إلى هذه المسلسلات وإلى هذه السهرات، فقضى كثير منهم حفلات السمر والسهر وجلسات الأصحاب فيما لم يصرف له هذا الشهر الكريم. ما مظاهر هذه العبادة؟ ما تأثيرها على المسلمين وعلى أعمالهم وعلى يعني ما يعود عليهم بالفائدة الربانية إذا صح التعبير؟ مما تتفطر له القلوب وتحزن له الأنفس، ما انتشر وينتشر في العالم الإسلامي من وسائل الصد عن ذكر الله وعن الصلاة. فمع الأسف صار الإعلام يستعد لهذا الشهر بما لا يستعد لغيره، حتى الإنتاج الذي يستعد به للصيف، الإنتاج الذي يستعد به لرمضان يفوقه مع الأسف. فرمضان هو شهر الذروة في عرض جديد المسلسلات والأفلام والمسرحيات والفكاهيات، والآن الكاميرا الخفية والغناء وما إلى ذلك، هو شهر الذروة في عرض الجديد. فكل الفنانين مع الأسف ينفقون أموالا باهظة بمؤسساتهم وكياناتهم لإنتاج أكبر قدر ممكن للتلفزيونات، فلا يتركون للمسلم المفتون بالتلفزيون
يعني لحظة إلا ويضيعون له في غناء أو موسيقى أو أفلام أو مسلسلات، مما لو كان مباحا، وهو ليس بمباح، لو كان مباحا لما ناسب أن ينشغل به المسلم في هذا الشهر الذي كما ذكرت النبي كان يترك المباح لأجل التفرغ للطاعة. الذي يراقب القنوات الفضائية بمختلف أنواعها إلا النزر اليسير من القنوات الرشيدة والصالحة والتي تحمل هم هذه الأمة، يستطيع أنا شخصيا أستطيع أو عفوا أضع شعارا لهذا الزمان وما يغرقوننا فيه من التفاهات والمعاصي والمجون وما إلى ذلك بقول الله عز وجل: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. هذا شعار لمسلم في رمضان وفي العشر: والله يريد أن يتوب عليكم. بماذا؟ بالصيام والقيام وقراءة القرآن والذكر والإقبال على الله. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. بماذا؟ بالتفاهات والسفاهات والإنتاج الإعلامي الساقط والمسلسلات وما إلى ذلك. فالمسلم يعرف أن أعداء الإسلام يخططون ويدبرون لصد المسلم عن طريق الله وصد المسلم عن صراط الله وإبعاد المسلم عما فيه صلاحه في نفسه وانعتاق أمته من ربقة الذل والهوان التي قد نشير إليها بعد قليل. طيب، حتى ليس يعني كثيرا من الأحيان ليست فقط وسائل الإعلام يعني شيخ نور الدين، وإنما يعني أحيانا يكون هناك إقبال من 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 الشباب المسلمين أنفسهم على وسائل التواصل المجتمعي، فيسبوك وتويتر وإنستغرام، فيقتطعون وقتا كبيرا من كتاباتهم أو متابعاتهم أو قراءاتهم والبحث عن التفاعلات والإعجابات والردود، وأحيانا تقع الشجارات حول فكرة ما. ألا ينقص هذا يعني من الأجر؟ ألا قد يعني يجعل المسلم في خطر من يعني إحباط عمله مثلا؟ يعني ما تعرفه يعني الوسائل الاتصال من تكثيف الحضور في هذه الليالي والانشغال بقضايا قد تكون سياسية أحيانا وقد تكون يعني قضايا فكرية أو نقاشات أو جدل عقيم، هذا أقل ما يقال فيه أنه يعني يشغل عن الفاضل. ومعلوم كما ذكر العلامة ابن القيم أن إبليس حريص على إضلال بني آدم، وهو يسعى أن يوقع ابن آدم في الشرك، فإن عجز عن أن يوقعه في الشرك أوقعه في البدعة، فإن عجز عن أن يوقعه في البدعة أوقعه في الكبيرة، فإن عجز عن أن يوقعه في الكبيرة أوقعه في الصغيرة، فإن عجز عن أن يوقعه في الصغيرة أشغله بالمباحات، فإن عجز أشغله بالمفضول، فإن عجز سلط الله عليه جنوده وأعوانه من شياطين الإنس والجن. فالشاهد أنه لو كان هذا مباح في وسائل التواصل لكان في شغله عن الفاضل في هذه الليالي وقوع مما يدفع الوقوع في شراك إبليس وحبائله ونزغه، فلا سيما ما يترتب على ذلك من الشحناء والبغضاء والسباب والشتام أحيانا بين أصحاب القطر الواحد الدولة الواحدة، وأحيانا بين أصحاب القطرين المتجاورين، والله المستعان. والحبيب النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى اجتماع الكلمة، ورمضان فرصة لاجتماع الأمة واجتماع الكلمة ووحدة الأمة، فإن الأمة مهما يحاول تفريقها تبقى مجتمعة، تصلي الجمعة مجتمعة في يوم وتعيش العيد في يوم أو يومين، يوم واحد نرجو أن يجمع الله الأمة فتعيد في يوم واحد، وتصوم شهرا واحدا. والأمة الإسلامية ما يجمعها أكثر مما يفرقها. والنبي يقول: اقرأوا القرآن ما اجتمعت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا. فلا ينبغي للمسلمين وشباب المسلمين أن ينشغلوا لا بالمحرمات ولا بالتفاهات ولا بهذه الجدالات العقيمة والسقيمة
هي التي لا تنفع ولا تسمن ولا تغني من جوع، إنما هي يعني تقسي القلب وتشغل النفس، والله تبارك وتعالى نعم المستعان. نعم وضحت الفكرة يا شيخ. يعني وقفة أخيرة قبل العودة لاستكمال هذا الحديث. مشاهدين الكرام، ننوه لحضراتكم أن تردد قناة الرافدين الفضائية هو 10727 الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايل سات. أهلا بكم شيخ نور الدين. حقيقة وصلنا إلى هذا المحور والذي ربما يكون هو أهم المحاور من الناحية العملية، فالإنسان يخرج من شهر رمضان وهو ممتلئ بالطاقة الإيمانية بالشحنة الإيمانية في حياته المتولدة من الصيام والقيام وليلة القدر والعشر الأواخر إلى آخره. والإيمان هو ليس في الإسلام في التصور الإسلامي كما هو في شريف علمكم شيخنا المفضال، ليس يعني شعورا متجردا عن الواقع وعن الحياة، وإنما هو يعني أرضية لبناء الحياة وإعمارها تحقيقا لخلافة الله سبحانه وتعالى في الأرض. كيف يمكن توظيف هذه الشحنات الإيمانية المتولدة من هذه الأيام المباركة والليالي الفضيلة في حركة الحياة، في الإعمار، في البناء، في الدعوة، في العلم والتعلم والتعليم؟ طيب جزاكم الله خيرا. سبق أن أصلنا وسبق أن اطلعتم وعرفتم جميعا أن رمضان هو دورة تدريبية تكوينية، وهذه الشحنة المتولدة في رمضان على المسلم أن يسعى إلى توظيفها من اتجاهين: الاتجاه الخاص بنفسه والاتجاه العام للأمة كلها. أما في نفسه فعلى المسلم أن يحرص على أن يكون في بعد رمضان لا كما كان عليه قبل رمضان، هذا في جانب النفس والشخص. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: جاءني جبريل فقال: من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، قل آمين، يقول: فقلت آمين. فالمسلم بعد رمضان لا يمكن أن يكون كما كان عليه قبل رمضان، إما أن يصعد في مدارج العبودية والقرب من رب البرية، وإما أن ينزل عباد الله عياذا بالله مع المبعدين. فلهذا علامة الاستفادة من رمضان الثبات بعد رمضان، وهذه كل كانت طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كان إذا عمل عملا أثبته كما في صحيح مسلم، أثبته يعني داوم عليه. وكان صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، بمعنى يصلي في رمضان كما يصلي خارج رمضان، يثبت على الطاعة. وربنا سبحانه وتعالى قد أخفى علينا الوقت الذي نلقاه فيه وننتقل فيه من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة، ويعني أمرنا أن نثبت على الإسلام: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ونحن لا نعرف متى نموت حتى نكون مسلمين، فكأنما يقول لك: أثبت على الإسلام حتى تلقى الله وأنت مسلم، فتنال بذلك الفضل الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: من يبعث كل عبد على ما مات عليه. فاثبت على الطاعة واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واثبت على الطاعة والاستقامة حتى إذا جاءك الموت وجدك على ذلك. على الإنسان في نفسه كذلك أن يسعى إلى الاهتمام بقلبه، فإن القلب هو ملك البدن. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يعني كما في حديث نعمان بن بشير: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله،
وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فالإنسان أن يصلح قلبه في رمضان بماذا؟ بتنقيته من الأخلاق السيئة والخلال الرديئة من رياء وحقد وغل وتعلق بغير الله، وأن يعمره بالأعمال الطيبة كالخوف من الله والشكر ومحبة الله والإخلاص وما إلى ذلك. وعلى الإنسان أن يقبل على الله في العصر ويسأل ربه أن يثبته بعد رمضان. فالنبي الذي قد بين الله له أنه من أهل الجنة وغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان من دعائه ومن أكثر دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. على المسلم كذلك أن يسعى إلى ملازمة الصحبة الصالحة بعد رمضان حتى يثبت على ما كان عليه في رمضان. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في سنن أبي داود: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. هذا هي إطلال على ما يجب على الإنسان في خاصة نفسه. أما فيما يتعلق بالأمة فنحن نعرف جميعا جراحات الأمة اليوم ومعاناتها، نكاد نجزم أنه لا توجد بقعة حرب ولا تسفك دماء إلا في بقعة من بقاع المسلمين مع الأسف. فالعراق الجريح وسوريا الجريحة واليمن وغيرها من الدول التي تعاني اليوم، والاستعمار الغربي والاستكبار الغربي الجاثم على نفس هذه الأمة، والاستضعاف والتبعية الاقتصادية التي تعانيها الأمة، كل ذلك قد صوره لنا النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ثوبان في مسند أحمد وسنن أبي داود قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال الصحابة: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. غثاء السيل هو ما يحمله السيل فوقه مما لا قيمة له ولا وزن له من قش وأزبال وما إلى ذلك. قال: ولكنكم، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. استحضر ونحن نذكر هذه الألفاظ الطيبة عن رسول الله أن أمتنا اليوم هي أمة المليار والنصف من جهة العدد، لكن والله لو وجد في الأمة مليون شخص صالح لا أعز الله به هذه الأمة مع الأسف. فنحن عددا أمة المليار والنصف، وعاطفة كذلك، وتعلقا بالإسلام كذلك، لكن من جهة الاستقامة الحقيقية كما أرادها الله قلة. لهذا قال: ولكنكم غثاء كغثاء السيل. قال: ولينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم منكم. يعني النبي يقول في الصحيحين: نصرت بالرعب مسيرة شهر، في قوله: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي ولم يعطهن أحد بعد، نصرت بالرعب مسيرة شهر. هذا الرعب الذي كان للمسلمين عند أعدائهم ما صار اليوم، لا يؤبه للمسلمين. يعني الآن لما يعني تنتهك حرمات المسجد الأقصى وتنتهك حرمات المسلمين في بقعة وأخرى، لا يلتفت أبدا لردود أفعال المسلمين، لأنهم أيقنوا أن المسلمين قد ماتت نفوسهم وضعفت إرادتهم مع العاطفة الجياشة التي يتمتعون بها والتي ينبغي أن تنمى في رمضان وفي العشر الأواخر وبعد رمضان. قالوا وأختم الحديث: ولينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. نعم، أشكرك ختاما شيخ نور الدين درواش الباحث في العلوم الإسلامية، أشكرك شكرا جزيلا على هذه المشاركة الضافية. شكر الله لكم مشاهدينا الفاضلين على حسن المتابعة، دمتم في حراسة الله.